الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ونشهد أن لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا
وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وزدنا به من النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين. ولك في جميع ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الضعف إلى القوة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخيور كلها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم صل على نبينا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، يا أرحم الراحمين، يا حسن التجاوز، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن، يا من ستر القبيح. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. إلهنا إلهنا إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب. ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع كل نجوى، ويا عالم كل شكوى، ويا دافع كل بلوى، نسألك اللهم أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم اشف مريضهم اللهم اشف مريضهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم ارفع الظلم عن المسلمين اللهم ارفع الظلم عن المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينة المحتلين. اللهم اجعل المسجد الأقصى عزيزا شامخا إلى يوم الدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم لا تمكن لأعدائك فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم كل إخواننا في سوريا اللهم كل إخواننا في بلاد الشام. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانصرهم يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين، ويا منجي المؤمنين، ويا مجيب دعوة المضطرين. إلهنا إلى من تكلهم إلى
عدو إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بالطغاة الظالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. إلهنا سفكوا الدماء، إلهنا سفكوا الدماء، ولم يرحموا الصغير والكبير والضعيف والشيوخ والنساء. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اجعل أمرهم في سفال، وكيدهم في ضلال، وأمرهم في وبال. يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم، اللهم كن لإخواننا في بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. إلهنا قل الخوف إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك، وارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اجزه خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين، وعلى ما قام به من جمع كلمة المسلمين ونصرة قضاياهم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أدم على هذه البلاد خدمة الحرمين الشريفين. اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها، وأمنها واستقرارها ورخاءها ووحدتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم لموحد هذه البلاد. اللهم اغفر لولاتنا ولأمرائنا ولعلمائنا وأقاربنا الذين سبقونا إلى الدار الآخرة. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم لبلادهم قرة ولأسرهم مسرة يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحجاب والعفاف والحياء يا رب العالمين. اللهم أعذهن من التبرج والسفور يا حي يا ودود يا غفور. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل بلاد الإسلام، وولي عليها الأكفاء يا حي يا قيوم. اللهم وفق إخواننا العاملين في خدمة الحرمين الشريفين. اللهم ضاعف مثوبتهم واجزهم خير الجزاء يا حي يا قيوم. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفقهم وأعنهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال أمننا
بأيدينا، اللهم اجزهم خيرا على ما قدموا لحفظ أمن البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. هؤلاء عبادك اجتمعوا في رحاب بيتك العتيق وفي هذه الليلة المباركة. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم وفق قادتهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنجحت اجتماعهم في رحاب بيتك العتيق. اللهم فزدهم من الخير والتوفيق، ووفقهم لتأليف قلوبهم ووحدة صفوفهم واجتماع كلمتهم وتضامنهم والنصر على أعدائهم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقهم القوة في الحق والعدل. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارفع عن المسلمين الجهل والأمراض والفقر. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ووفقهم للصالحات. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك نحن ووالدينا وأزواجنا وإخواننا وأقاربنا وولاتنا وعلمائنا وقضاتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اجمعنا في دار كرامتك إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسنا فيها نصب ولسنا منها بمخرجين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتوكل عليك فكفاك
كفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله